في كل بيت في حكايات عمارة الحج رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وحشتيني من المرة اللي فاتت. ده انت اللي وحشنا والله. كور المحشي كان حلو؟ لا عسل. بيقولوا عليك حما صعبة. لا لا ده انا غلبانة خالص. ده هما اللي حمواك. عيني في عينك. والله هما اللي حمواك. انت غلبانة. بيشخطوا فيا. لا يا لهوي. امال هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بظهر ايدك. لا بظهر ايه؟ هيزعل وبس هيزعل. يعني انت مثلا ما بتقفيش كده وتديهم كلام من تحت لتحت كده؟ لا يا استاذ احمد لا. يلا يا عين امك يلا تعالي يا حبيبتي نزل. ما هي بص يا عين امك دي ممكن تتقال يلا يا عين امك ويلا يا عين امك ويا عين امك. يا استاذ احمد لا والله. اصل انا حماتي ورتني الزوج ما يقولوش الله يرحمها. الله يرحمها. الله يكرمك. انت بتقولي على حماتك ايه بقى؟ والله الله يسامحها. يا شيخه. الله بقول الله يسامحها. ايه احلى حاجه في الشهر الكريم؟ رمضان. رمضان دي خير خير والله يا ابني. بيبقى خير كله خير كله. مين بقى من حبايبي بتحب تقولي له على طول كل سنه وهو طيب في الشهر الكريم؟ اقول للناس بحال لا حبيب ولا قريب. بقول اي حد يقابلك تقول والله بقول الدنيا بحال. طيب البنات تريح اكتر ولا الصبيان؟ لا الصبيان ويايا ليل ونهار. البنات هتعمل لي ايه؟ انا بنتي جنبها اهيت ما بتجيليش الا يمكن تقول السلام عليكم. طيب انت روحي لها. انت طيب اروح لها فين؟ نروح لها دار قصي. اه اقعد عندي بس بنتي. انت مخلفه كام بالظبط؟ انا كنت مخلفه 20. نعم والله مخلفه 20. اي والله. استني بس عليا. اي والله العظيم ما بكذبش عليك والله. انت بتسرحي بيا جامد قوي. صيامك مش هيتقبل. والله ما بكذب والله ما بكذب. اه والله ما بكذب والله. يعني انتوا كانوا جوازتين؟ لا جوازه واحده. اه جوازه واحده. جبت بنت واحده. والتاني بقى جبتي منه 19؟ اه. لا ما شاء الله مش عتقه. بس كتر الخلفه بيتعب الست. بيتعب الست ليه؟ انا اهو عندي 75 سنه وحلوه. خلفت في المستشفى ولا فين؟ لا في الدار كده. اه في الغيط. الغيط؟ خلفت في الغيط ازاي؟ لا ولدت مرتين في الغيط. ايه العيل وقع يعني؟ اه اي والله. اي والله يا استاذ. احكي لي احكي لي. اي والله يا استاذ احمد. ده انا الوجع على الري ورجلي. رحت لفها في الجلابيه وخدت وروحت. ما كانش في دايه مثلا تولدك ولا؟ لا ما انا في غيب بقى. الدايه حاجيني فين؟ انت ولدتي نفسك؟ اه نزلت لوحدي. انت بتهزري؟ اي والله والله ما بهزر. والله ما بهزر. انزلقت في الغيطه ونزل. كنت ببدل على البدله وقام نازل. احنا بنقول لك كده واحنا ماشيين. ده اسمها ايه؟ تفتكري اسمها ايه؟ اسمها بهي. الدكاتره بقت بتقبض. زعلانه ان الدكاتره بتولد؟ بيولد ايه ده؟ ما ده حنشيه. راح على الطاوله امبارح بودني خد مني 80 جنيه. ده انا ببص في الدرج لقيت الدرج مالي الكرسي. بصيت على درج الدكتور؟ اي والله كتير. واللي داخل 80 80 80 80. قاعده تعدي للراجل. طب ما ياخد زمانه مات. ما ياخد 50 واللي بيولد ياخد لك 3 4000. عزق يعني. عزق يعني. يعني انت شايفه اللي يولد ياخد كام دلوقتي؟ ياخد 2000. ولاده ولاده بيولدوا في البيت لحد دلوقتي؟ لا واحده اللي بتولد شق بس. شق يعني ايه؟ بتشق بطنها. انا ما بتولد بتشق بطنها والله العظيم. سيبك واروح اشوف اشق حالي في الدم. ارجع لك تاني. هو تروحي اي مكان؟ لا مش هروح. انا تمنى قاعده اهو. تمنى قاعده. كل سنة وانت طيبة. في كل بيت في حكاية غير عمارة الحج رمضان. رمضان كريم على كل اللي بيسمعوا راديو 90 90 وعلى اللي بيتابعونا على youtube.com/radio9090. احنا في بيت او في شقة استاذ محمد حمادة. استاذ محمد حمادة ده مش اسم مركب. هو اسمه استاذ محمد ووالده اسمه حمادة. استاذ محمد فعلا ولد حضرتك اسمه حمادة؟ غير اسمه الحمادة في شهادة الميلاد اللي طلعها من بطل. كان اسمه ايه طيب قبل حمادة؟ كان اسمه بديه. ايه؟ بديه. بديه؟ لا يبقى اسمه حمادة احسن. لا حمادة احسن. يعني ايه؟ بديه. بديه. انت ما تعرفيش حماكي كان اسمه ايه؟ الاول احنا فين؟ احنا فين في بورسعيد دلوقتي؟ احنا في منطقة سكنية كانت معمولة للشباب اسمها منطقة الصفا. طيب عرفنا بقى بالبيت فرد فرد كده عشان نسلم عليه. الحاجة ام احمد. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ سلم عمرك يا رب. عاملة ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله كله حلو. انت مشرف بورسعيد. الله يخليكي. بورسعيد حلوة باهلها. تمام. لما بنطلع منها كأننا طلعنا زي السمكة اللي تطلع من البحر. بنت شيماء.
شيماء. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ايه؟ الحمد لله تمام بخير. الجيل الثالث تبعك بقى، عرفيني بيهم بقى. ابني الكبير محمد، ابني الوسطاني احمد هشام، والصغير بقى اخر العنقود يوسف. تروح لماما بقى. دايما رمضان ست البيت وكبيرة البيت هي اللي بتبقى مسؤولة عن كل حاجة، وجيرانها وقرايبها، وبعزمات طول رمضان. يعني بتعملي عزومات حلوه بقى وكده؟ طبعا. هو اول يوم عندنا بورسعيد يعني كل البلد تبقى كطبخه بط، لا زي ما انت عاوز، بطاطس مسلوقه وليمون، ملوخيه، لوبيا، اللي انت عاوز يعني. حضرتك بقى نفسك مختلف اكيد، ما تاكلها تعرف. خلاص احنا هنفطر مع بعض النهارده. لازم السمك عندنا احلى يعني، اكتر اكلنا السمك. سيبك انت تعرفينا على الاستاذه اللي جنبك بقى، اللي هي السبب في اننا جينا هنا. دي الانسه امانش. واسم الشهره ايه؟ جاكلين. اخبارك ايه يا اماني؟ بخير الحمد لله تمام. هل ليك طقوس معينه، عادات معينه، حاجات بتحب تعملها في الشهر الكريم؟ ايام ما كنا في سن احفادي كان كل شيء موجود. السجاد في رمضان، الايه، الناس بتعمل كحك في البيت. التكنولوجيا لما دخلت بوظت الدنيا. فاكر فانوس الطفولة؟ فانوس بتاع رمضان بتاعك؟ بتاع السنكري، اللي بيعمله السنكري، بيجيب الصفيح ويقصه ويعمله ومزغر، وجواه شمعة، لا لمبة ولا دي، جواه شمعة، وكانت الناس بتمرح. طب ايه اللي بيميز بورسعيد في الشهر رمضان عن اي بلد تاني؟ مترابطة كلها في العمر بتاعنا ده كده، تتلاقي الأحفاد موجودة والأحفاد قبل الكبار. شيماء اتعلمتي ايه من بابا وماما ونقلتيه لأولادك؟ احنا واحنا صغيرين كنا محافظين ان احنا نتجمع عند جدتنا اول يوم رمضان، انا ولاد خالتي ونبقى قاعدين مع بعض وكده. اللي محافظة عليه لغاية دلوقتي ان احنا اول يوم رمضان برضو نبقى موجودين انا وعيالي مع مامتي، يعني حتى ولاد خالتي اللي هم بقى الوقت برضو معهم عيال ولسه في ناس برضو ما تجوزتش، لازم نبقى مع بعض. احلى اكله ماما بتعملها في رمضان ايه؟ في اكلات معينه زي الصياديه والمرتة، يعني هو فعلا اللي المرتة حاجه خاصه بورسعيد تحديدا. المرتة دي حاجه خاصه بورسعيد وبتتعمل في البط، والبط بالذات يعني في ناس بتعمل ساعات في الفراخ بس مش كتير زي البط، بس دي حاجه مقدسه، البط في مرتة في بورسعيد. شيماء بتتكلم عنك كخبيرة. المرتة بنعمل، بنجيب بصل ونخلطه ونحط عليه فلفل وكمون، حبة ملح، ونقعد نمرط 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 بإيدنا كده، ونكون الزيت يعني قدح، ونروح حاطين فيها المرتة. لما تتخدل كده نسيبها لما تبرد ونحطها جوه البطة، ونخيط البطة ونشوحها ونسيبها تغلي بقى، بعد كده نشيلها ونسقط الرز والشربة بتاعت البطة وناكل بقى. أنا جوعت، مش عايز أقول لك، جوعت جوع السنين. إن شاء الله بإذن الله، إن ربنا إداني جوعت جوع رمضان كله. إن ربنا إداني وإداك العمر السنة الجاية تفطر معانا. يعني لازم أستنى سنة؟ إيه أحلى حاجة في الشهر الكريم بالنسبة لك؟ زيارة الجوامع، عشان نصلي بنقعد كده تحس إنك خفيف كده وربنا كرمك كده وراح لتزور ربنا. ناخد الكنوز وندور على الجيران بتاع الشقه، العماره بتاعتنا او السكن اللي جنبنا، ونخبط عليهم ونقول لهم الليله يعني عاوزين العاده يا ويدونا. بيدوكوا حاجه ولا مش من هنا؟ لا يدونا قطايف، يدونا كنافه. البورسعيديه كرمه. تعرفي ان بره بيعملوا كده في عيد بره؟ بيروحوا الولاد يخبطوا على البيوت يديهم حلويات، يعني اللي احنا عملناه ده وبطلناه بره الاجانب بيعملوه. ماشي، حد بيطلع يخبط على البرن حد. احنا كنا بنلم كيسه كده ونقعد بقى في الجنينه ونفرقها على بعضنا احنا حبه العيال. بتعملي ايه يا شيماء؟ قولي لي. بتعمل شغل الهاند ميد بتاع الفوانيس والمفارش والتكاوي بتاعت رمضان والحاجات الديكورات اللي بتتعمل في رمضان. علمتيها فين يا شيماء؟ ولا انت اللي علمتي نفسك؟ لا، هو انا اصلا كنت بحب الشغل ده وانا صغيره. كنا بنعمل كنا بنقعد نعمل الخرز ونعمل السويره، لا عقد، لا. لما كبرت بقى وحسيت ان انا ممكن اعمل حاجه تطلع حلوه للناس، فعملت، فاصحابي شكروا فيها جدا فقالوا لا انت تشتغلي بقى تعملي لنا الحاجات دي كل سنه. دايما امتى يا شيماء تجهزي مثلا حاجه رمضان؟ قبل رمضان بقد ايه؟
قبل رمضان يعني مثلا في نص رجب بنزل القاهره خامات بقى. اشتري الخامات لان هنا طبعا غاليه نار فعلا. هنا غالي جدا. وابدا بقى من اول شعبان اقص حاجتي واجهزها. وفي نص شعبان كده بكون خلصت بقى وبدات بقى ايه اشوف زمايلي اللي عايزين. انا مبسوط بالقعده معاكم. انتوا بيت جميل وربنا يديم عليكم اللمه. احنا يعني ربنا العالم بجيتك لنا. الله يخليك يا ماما. سعداء بها قوي. مره لان عايزينك تعزمني. اسمع انت عزمتيني على بطه السنه الجايه فانا هاجي. احنا كده خلصنا القعده الجميله. كل يوم عندنا لقاء في بلد مختلفه في الشهر الكريم ورمضان كريم. سلام عليكم.